بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، وأسأل الله العلي القدير على أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأنتم في خير وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يكتبنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. كما أسأل الله العلي العظيم أن يبلغكم رمضان ويبارك لكم فيه ويعوده علينا وعليكم أعواما مديدة، وكل عام وأنتم بخير.